عمرك عجيب وحياة أمي، عمرك عجيب، يعني بتعمل قصص حلوة كتير وبتعمل قصص كتير ما فيها كنترول، بتروح منك بتبطل. يعني أنا شايفك ملبكة بنفسك، بينك أنك خايفة من نفسك، طريقة تأخذ نفسك بالمغنى طربي مش مزبوط، معناتها أنك مرعوبة. إنسان ما بيعرف يخبي يعني يتنفس بالمغنى، ما بيعرف يغني، نفس هو 50% من المغنى. قديت كبي هوا على الديافراغم تبعيك من معتك أكيد عم نحكي، تدوز النوت لتيجي النوت، هو شو النشاز؟ كمية هواء زيادة أو ناقصة، يعني يا خلص نفسك يا نفس زيادة على النوت على الوتر بخليك يا تطلع يا تنزل. نفسك مش مزبوط بالمغنى الطربي، معناتها منك متمكن، وعدم تمكن مرة بنت مثلك بتغني، يعني عندك باز كتير حلو يعني. وبتغنى فيها كل البروجرام كانت هايدي، بتفوتي وبتغني بتطلعي، بتفوتي وبتطلعي، يعني مشكله نفس هي هي ذات المشكله، ما عم تتغير، مش عم بقدر اكمل غنيه معك. يعني انا بجد كنت حاسه اني مرتاحه، حلي صوتك بدي اسمعك عم تحكي، كنت حاسه اني مرتاحه امبارح، يعني حاسه مرتاحه يعني حتى مع شوي اكيد مع مايا، اكيد عندك طبعا حق في الكلام اللي قلته، بس كنت حاسه اني مرتاحه على المسرح، ما كنتش خايفه ايه. ودي برضو كنت مرتاحه، يعني مش مثلا خارجه قلبي بيدق، ومثلا في زي في اوقات، يعني البادي لانجويج تبعك ايدك مش عم تعرفي وين بتحطيها، بين انك خايف. انا بقراك مايك بين ايه، في يعني واحد ما بيعرف يحط ايده، مش عم بيعرف يستعمل ايده، مش عم بيعرف يتنفس، اكيد الزلمه مش مرتاح. وانت واقفه ما عم تعمل شيء غير مطلوب منك توقفي وتغني غنيه محمد عبده اسمها الاماكن، مش مطلوب منك شيء، غنيه طربيه بامتياز، يعني ما قنعتيني الا بجمل صغيره طفيفه ما بتطربني، يعني كميه
عدم التمكن بالمغنى اكثر من الجمل المتمكنه فيه، معناتها بالنسبه لي اشطر فنيه منا